دعوني أتأسف أن هذا المفهوم الحريات الفردية تكتف في مجال الصراع السياسي وخلق تقاطبا مبكرا لم يهيئ المجتمع اليوم الذي يخوضه من مختلف مكوناته السياسية والثقافية والإعلامية بطريقة سليمة. أنا كنتصور بأن نقاش الحرية الفردية ليس نقاش طرف، ولكن طبعا لا يغطي اولويه الاقتصادي والاجتماعي وازمه البطاله والسكن، ولكن ماشي هكا كنقاربوا النقاش. النقاش يمكن ان يستوعب في مقاربه شامله تطور المجتمع في كل جوانبه، ما يتعلق بالحريات الفرديه وما يتعلق بالحريات الجماعيه، هادشي كيمشي بشكل يعني متوازن. ما يمكنش نقولوا لا هذا اولويه وهذا ماشي اولويه، وثم ان هذا الموضوع خصنا نخرجوه من حقل الصراع والتقاطب والتعالم واتهامات المتبادلة بين هذا الطرف وذاك، ونطور واحد الخيار ثالث هادئ الذي سيناقش الحريات الفردية في علاقتها بالحريات الأساسية والجماعية وفي علاقتها بالقانون، لأن كنتصور بأن القانون الجنائي ماشي نص مقدس نهائي نحنطوه، يعني ما نقدوش نقاربوه، بالعكس هو نقاش، يعني هو قانون مطروح على التعديل في كل لحظة. بالنسبة لنقاش الحريات الفردية راه هو غير مفصول عن النقاش السياسي الداعي إلى تكريس الديمقراطية وتقوية المؤسسات واستقلالية المؤسسات والفصل الحقيقي بين السلطات. لذلك إلا بغينا اليوم نطالبوا البرلمان باش يدير العمل ديالو ويناقش هذا الإشكال ديال الحرية الفردية في علاقته بالقوانين المطروحة أمامه، هذا الشيء لا يغيب نقاش تقوية مؤسسة البرلمان باش تصبح عندها القدرة والاستقلالية السياسية والقرار التشريعي باش يخوض في هذه المواضيع. ولكن أنا مع أن البرلمان يأخذ المبادرة ويمارس الاختصاص ديالو الدستوري ويفتح نقاش عقلاني علمي يستحضر المقاربة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والحضارية والدينية والثقافية والأخلاقية ويسمع لكل شيء ويطور مقاربة اللي من خلالها يعدل القوانين المطروحة أمامه والقانون الجنائي نموذجا. لا، العدالة والتنمية إلى حدود اللحظة كحزب بشكل رسمي لا ما قدمش رأي متكامل أو وثيقة مكتوبة حول الحريات الفردية، لأن الحريات الفردية ماشي هي فقط الحريات الجنسية أو هذا الفصل أو ذاك، هذا نقاش عميق. أنا كنتصور بأن الحزب محتاج لأنه يعمل مقاربة ومنهجية سياسية وعلمية سليمة باش ينتج وثيقة محكمة يبين فيها وجهة نظره، وإلا هكا الحريات الفردية بشكل، لأن هذا مفهوم كبير ضخم. لا بالتأكيد ما كاينش عند حزب العدالة والتنمية منظور نهائي منه ممكن أن نقول لك، ولكن طبعا الحزب عنده مرجعية عنده أسس، غير هو هذا النقاش راه نقاش حقيقي وفيه تحولات. أنا بالنسبة لي نقاش الحريات الفردية اللي للأسف اليوم تكتف فيما يتعلق بالحريات الجنسية، وهذا نقاش بالنسبة لي غير سليم أو على الأقل مجتزأ، منين غيطار داخل الحزب بالتأكيد غيخلق نقاش وتعددية في الأفكار وغيكونوا أجيال وغيكونوا وجهات نظر متقاطعة، هذا شيء عادي بالنسبة لحزب كبير وفيه مكونات متعددة. ولكن أنا أصر على أنه يجب تطوير المقاربة السليمة والمنهجية اللي خص الحزب يقارب بها هذا الموضوع بطريقة هادئة وسياسية وعقلانية.